أول أسئلتي هذه الحلقة مجموعة من الأسئلة لأحد الطلاب الدارسين في معهد القرآن الكريم وعلومه بالرياض، هو الأخ أحمد أبو علي من قرية بني حسن التابع لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية في مصر، يسأل عددا من الأسئلة عما يعيشه أهل قريته من الأخطاء وما يحتاجون إليه من التوجيهات. يقول في سؤاله الأول: ما حكم من يستهزئ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. فالذي يستهزئ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مرتدا عن دين الإسلام، والدليل على ذلك قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحكم عليهم بالكفر بعد الإيمان بسبب استهزائهم بآيات الله سبحانه وتعالى وبالرسول صلى الله عليه وسلم بسنته. فالواجب على من فعل شيئا من ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل ويدخل في الإسلام من جديد ويحسن العمل ويخاف من هذه الزلة العظيمة، نعم، ويحفظ لسانه، نعم.